بعد فترة طويلة من الركود في مجال السياحة وانخفاض في عدد السياح الوافدين إلى مصر، بدأت السياحة تشهد انفراجة ملحوظة في الشهور الأخيرة، ورفعت حوالي 25 دولة حظر السفر إلى المناطق السياحية في مصر، ليساعد ذلك على عودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية بعد أن كان أغلب الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر قد أصدرت تحذيرات من السفر إلى مصر بعد ثورة 30 يونيو، مما أدى إلى انخفاض الحركة إلى 35% في شهر يوليو الماضي، ثم توالى الانخفاض إلى أن وصل ل 90%. ومع استقرار الأوضاع بدأت النسبة في الارتفاع، ليزداد السياح بنسبة 18.5% في شهر أكتوبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر، حيث ارتفع العدد من 301 ألف سائح إلى 559 ألف سائح وفقاً لآخر تقارير خاصة بوزارة السياحة، واللي أشارت أيضاً إلى ارتفاع عدد السائحين الوافدين من السوق الأوروبية بنسبة زيادة قدرها 24.1% مقارنة بالشهر السابق، حيث ارتفع العدد من 153 ألف سائح في سبتمبر إلى 369 ألف سائح في أكتوبر. موضحاً التقرير أيضاً أن أهم الدول بالسوق الأوروبية بالترتيب هي روسيا بنسبة زيادة 54.4%، أوكرانيا 28.6%، ألمانيا 22.7%، إيطاليا 18.3%، فرنسا 17.9%، ثم المملكة المتحدة 12%. حتى نسبة الحركة الوافدة من السوق العربية ارتفعت لتصل إلى 12.1% مقارنة بشهر سبتمبر، إلى جانب إعلان بعض الشركات الأجنبية رسمياً إن لديهم زيادة ملحوظة في حجم الحجوزات لزيارة مصر، خاصة ممن يرغبون في قضاء أجازتهم السياحية على شواطئ البحر الأحمر. 4 مليون شخص بيشتغلوا في قطاع السياحة، اللي بيوفر وفقاً لتقارير وزارة السياحة 14.4% من العملة الصعبة، و11.3% من الناتج القومي، و12.6% من الدخل المباشر وغير المباشر. ومع إعادة الاستقرار بشكل أكبر في الشارع المصري، سترتفع بالتأكيد المعدلات والمؤشرات السياحية أكثر حتى تعود لطبيعتها. لمي السلامة، برنامج مصر الجديدة مع معتز الدمرداش.